مرحبا بمجلس بيطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفنا المصمم اللبناني جان شارل زكريا. تنحكي أكثر عن الإيمج يلي كل شخص اليوم إن كان بابليك فيجر، إن كان فنان، مصمم أزياء أو وجه معروف، بيشتغل على الأيدنتيتي تبعه، على الهوية تبعه من خلال تصاميمه، الصورة، التياب يلي بيلبسها، وكمان رح نحكي عن طريقة تفاعله مع الفانز أو مع الجمهور يلي بيكون عنده إياه هون على السوشيال ميديا. أهلا وسهلا فيك جان شارل. هاي رنا، كيفك؟ منيحة الحمد لله. كنا متوقعين إنه تطلق المجموعة قريبا، مثل السنة الماضية مثل اليوم. امبارح حطولي على الريمايندر ماموريز إنه مثل اليوم كنت عم نزل التيزر تبع الكولكشن. أوكي. كان مفروض يكون عم ينزل. نحنا هالسنة بعدنا بنص الكولكشن تحضير. أوكي. يعني سلقتي عن نصها، يمكن بعد بدنا حوالي الشهر تكون ردي ونبلش نفكر بالتصوير. نعم. سو مأخرين، بس إنه ما الموضوع ما كتير عنيني، لأنه بتحسي كأنه الكرة الأرضية كلها أصلاً مأخرة. صح. وقفت فجأة. إيه، عم نشتغل مثل ما يجولي بنشتغل، وأنا اللي بهمني بالآخر إنه تكون النتيجة مثل ما كنت متوقعة. حلو. نقيت اسم الكولكشن أو بعد؟ بس بعرف شو التام، بعرف شو الكونسبت، يعني كل الكولكشن عم تنشغل على فرد تام، بس الاسم تبعه بعده منه كلير براسي. بس اللي بقدر اقوله انه قلتها هيدي كل مره راح ارجع اقولها، انا بتحسي كل دراس مثل كانه بينتينج، هو كانه لوحه لحاله، مستوحى من اذا بدك المويناج او العصور الوسطى، لانه بهديك الحقبه كثير نعطى قيمه لللوحات وللفن اليدوي. ف ذاتس ات. حلو، رح نشوف لك نفس تصميم رائعه انا اكيد، وان شاء الله نكون بايام خير وبركه وايام منيحه تنقدر نكون بالاوبننج او باللونشينج تبع المجموعه. بتعرف الكورونا وقفت الكره الارضيه كلها مثل ما قلت، كثير من الاعراس انلغيت، كثير منهم اجلوا، كثير اعراس زمت. يعني اللي كانت عازمه 500 شخص صارت عازمه 30 35. برايك الشيء حلو او لا؟ ليك انا بالنسبه لي ما في شيء بالمطلق حلو بالمطلق بشع، كل شيء هو سيف ذو حدين. يعني اللي كانت بتحلم طول حياتها بالعرس يا لطيف ما رح تقدر تعمله، او بدها تضطر تأجل عرسها. واللي كانت بالنسبه لها يمكن العرس هو بس مظاهر وفستان وطله وطله، رح تنجبر تعمل العرس الصغير المحدود، يمكن بما بطريقه او باخرى تقدر تعرف عن جد شو معنى العرس. هذا بدي اقول لك اياه. وبتعرف انه بعد 10 سنين او بعد سنه يمكن، ما بدي اكثر، رح تقول يا ريت هالمصاري ما حطيتها على العرس، حتى عملت فيها شيء ثاني. صح. او رح تقول انه هلا بهود الاشخاص اللي هلا عم يتزوجوا رح يقولوا كان حلو عرسنا لانه كانوا بس الناس اللي بحبونا، اللي ترو، يعني اللي عن جد بحبون، مش بس يلي واحد اوقات بيضطر بمركز معين يعزم كثير ناس او بالمجتمع اللي هو فيه يرد عزايم. كمان اليوم رح تكون مثل ما قلنا، رح نحكي عن الايدنتيتي قد ايه مهمه، انه اليوم كل شخص مين ما كان يكون، خاصه الناس اللي اكسبوزد على التصوير على السوشيال ميديا، معروفه كثير، بابليك فيجر، يكون عنده ايدنتيتي معينه. كيف بتشوف الايدنتيتي جان شارل؟ وبتبين من شو؟ بس من التياب او من كل شيء؟ لا ما خلص، انا بالنسبه لي كل شخص عنده ايدنتيتي لو ما كان اكسبوزد، بس الشخص الاكسبوزد الايدنتيتي تبعه توصل للعالم بطريقه اسرع او اكثر. وانا من ماي بيرسونال اكسبيرينس، الايدنتيتي هي تراكمات لكل شيء بتعمل شخصيتك، بتعمل لك هيدا الايدنتيتي، وبتصير الناس اللي بتحبك بتتاثر فيها. بس الايدنتيتي تبعك الحقيقيه، لو يعني انا لانه اكسبوزد على السوشيال ميديا، الايدنتيتي تبعي الحقيقيه كثير قليل الناس اللي بيعرفوها. سو الايدنتيتي اللي موجوده على السوشيال ميديا هي كل شخص رسمها هو بحب، يعني هو براسه شو بحب بيعطيني الايدنتيتي اللي هو بحبها، بحب يفرجيها. اكزاكتلي. بس مش ضروري تكون هيدي هي الايدنتيتي المضبوطه. هلا اذا بدك نحكي بالايدنتيتي، شو القصص اللي بتصنعها؟ هي كيف بتحكي، كيف بتتصرفي، وين بتروحي، شو القصص اللي بتحبيها، كيف بتلبسي، كيف بتتصرف، كيف طريقه تنزيلك للبوست مثلا، او انا كاز ديزاينر كمان كيف بوصل فساتيني، ماي تيست بالفساتين، السيركل تبعك، مين اصحابك، وين بتروحوا، يعني كل هالقصص بيخلقوا الايدنتيتي تبع كل شخص. سؤال اليوم، كثير من السليبرتيز اللي كلنا بنعرفهم
منشوف صورة لإلهم على إنستغرام بار إكزامبل غير عن الواقع، ومنشوف الصورة إذا بدك اللي عطول عم تضحك، اللي عطول حاطة ميك أب تنقول مزبطة حالة. يعني كتير قليل الناس اللي بينزلوا صور مثلا بلا ميك أب بالمرة، بالسيرفت ما بالستيل، إنه اللي كل يوم عن جد بعيشوه، هل هو حرص على إنه الصورة تضل ملمعة ولا هو حقيقة عم بخبوها؟ هلا انا اذا بدك بحكيك عن حالي، لانه هن ما يعني كل شخص ايه كل شخص عنده طريقه تفكيره او شيء. انا بالنسبه لي بعتبر انه الايماج تو مينتينت، لانه انت بتتعبي لتعمليها. الايماج ما انه شيء هين انك تعمليه، وانس وصلت عليه بتصير الناس مثلا كيف واحد بينزل صوره حلوه، يعني اوف هاي الصوره حلوه اللي بعدها لازم تكون احلى واحلى واحلى، ما بقى فيك ترجعي لورا. ف ذا بوينت از انه نحن اليوم وقت بننزل صوره للفولورز يلي عنا او للناس اللي بتحبنا، بنكون قصدنا بهالصوره يا نعطيهم بوزيتيفيتي، او نخليهم يشوفوا شيء حلو، او نخليهم يشوفوا اوتفيت حلو، خليهم يشوفوا وجه حلو، نخليهم يشوفوا انه في شخص مبسوط. طب انا لازم انبسط. في ناس بتوصل لهم الفايب بهالطريقه، والناس يلي بتكرهك وشو ما عملت رح تحكي عليك، رح تقول العالم عم بتموت وهو عم يلبس، العالم عم بتموت وهو عم ياكل، العالم عم بتموت وهو عم يضحك. فعلى طول ما بترضي كل الناس بالحياة اللي بتعمليها على السوشيال ميديا، وخاصه بس تكوني وجه معروف او سيلبرتي او بابليك فيجر، بتصيري بدك تتقبل النقد قبل ما تتقبل الكلمات الحلوه يلي اليوم وقت يكون شخص معروف هالقد عنده فولوورز مثلك جان شارلو بينتروك، وانا بشوف اوقات وقت تنزل ستوريز مثلا بتشاركهم بحياتك اليوميه للفانس او للاشخاص اللي عاملك فولو، وبتحكي معهم بتوصل لهم بالثرو الستوريز مثلا اكيد مثلا اسك مي ا كويستشن من ميل ثاني، بتعطي رايك بموضوع بخبريه صارت. يعني بتتفاعل انت وياهم. قد ايه هالشيء بيوصل الصوره الحقيقيه للشخص؟ يعني صورتك الحقيقيه قد ايه بتوصل مثل ما هي، غير ما انه يكون شخص بس عم ينزل بوستات، عم ينزل فساتين، عم ينزل صوره له وعم ياخذ الباد اند جود كومنت. ليك بكل صدق ليتلي انا لصرت اتفاعل مع الناس اللي عندي، لان قبل كنت اعتبر انه اوكي انا اكسبوزد وانا اكونتي مانو برايفت، ما كان عندي هالماس اللي هلا عندي اياها. بس كنت اعتبر انه انا طالما ما برد ولا على كومنتس ولا على مسجز ولا على شيء، وطالما انا ما عم بعطي رايي بولا شيء، يعني انا محصن حالي من اني اسمع كلمات يمكن تضايقني. يعني let's say اذا انا حدا بعث لي مسج وسببني فيه، let's say اذا قريته يمكن يعمل انه ضايقني او whatever. وتتشيل المسجز ماش في حدا يبعث لك، وتتشيل الكومنتس ماش في حدا يبعث لك، بعدين توصل لمحل وتتحصني من عالم السوشيال ميديا، يعني عن جد يبطل في شيء يأثر فيك، بتصيري انت ردي انك ترد على الكومنتس، تفتح الكومنتس، ترد على المسجز شو ما كان وقد ما بتلحق، لانه هن كتار. يعني ما رح يعني عنا مش حضل كل النهار على التليفون. وبعدين وقت بحط مثلا اسك مي كويستشن مره كل جمعتين لتس سي، بحس انه الناس عم توصل الاسئله يلي هي عبالها تسالني اياهم بس ما فيها، لانه عمرار ما بشوف الاسئله المسجز او ما بيشوفوني. سو بجرب قد ما فيي رد على كل الناس، لانه هدول الناس بحبوك بلا مقابل. يعني بحبوك وبيتابعوك، وفي ناس كثير بتحبك ومعلقين فيك وبحبوا شو بتعملي وبيعملوا مثل ما بتعملي، وما انهم طالبين شيء منك بالمقابل غير انه انت يمكن تبدلي، يعني تعملي لهم لايك على هالكومنت او يعني شيء كثير بسيط منك. فما ببخل عليهم فيه، لانه بالنهايه هن الناس اللي بظهرك، يعني هن داعمين، هن اللي عملوك كمان زياده. غير انه ما بقى كثير بتركزي على الناس النيجاتيف، لانه هو موجودين. وكل ما تكبري كل ما رح يزيدوا. يعني بس الايماج الحقيقيه تبع كل شخص ما بحياته رح توصل للناس، لانه الايماج الحقيقيه تبع الشخص هي وقت بتوصلي على البيت وبتشلحي الماسك اللي حاطتيه. وقت بنقول ماسك مش يعني شيء بشع، ماسك هو الشيء البروتوكول المجتمع او الشيء المطلوب منك بالمجتمع انك تكوني، او الصوره يلي الناس عبالها انه تشوفك فيها. وقت بتشلحيه وبتفوتي على بيتك، هن اهل بيتك بس اللي بيعرفوا الايماج المضبوطه تبعك. قد ما في ناس بدها تقول لي انه انا I'm very real على السوشيال ميديا، وبريل بعني مش ريل يعني ما بكذب على الناس، مش هالريل ريل، يعني تقولي عن جد انت كيف بتفكري، تقولي عن جد شو بتحسي، تقولي عن جد شو رايك بهالموضوع بتجرد، تقولي عن جد انه انت بتحبي فلان ما بتحبي فلان،
هدول القصص ما فينا نقولهم مثل ما هن او نقول راينا عن شخصي بكل تجرد، لانه على طول في ناس بدها تنقذ من كلامك او تنتقد. سو منضل على طول حريصين انه نوصل راينا بالطف طريقه ممكنه. فهيدا الشيء يلي بيمنع الناس توصل للايماج المضبوطه تبعنا. برجع بقول مش يعني هيدا الشيء نيجاتيف، بس هيدا البروتوكول اللي لازم يصير على السوشيال ميديا، لانه ما في كمان الانسان يعني انت اذا قاعده عم تعمل صبحيه مع اصحابك لا سوشيال ميديا ولا شيء، اذا سالتك رايك بشيء يمكن بتلطفي رايك قبل ما تقوليه، بس انت ضمنيا مش هذا رايك. انت يمكن اذا بترجع لرايك المضبوط يمكن بتجودي اكثر، عرفتي؟ سو بضلك محافظه على الكلمات او بتضلك محافظه، يعني بضلك منتبه شو تحكي. exactly. كيف تجاوب، كيف يعني ترد على الناس، تضلك محافظ على هالصوره الحلوه. وهون مش عم نخبي الصوره او عم نجملها، هون عم نكون يعني برايك عم نمشي ببروتوكول المجتمع. مزبوط. لانه بتعرفي انا امرار كثير بكون مثلا بفوت على تويتر بكون في فنانات او فنانين او سيلبرتيز كاتبين رايهم لتسي سياسه او اجتماعي حيال موضوع، بحس بدي فوت ما بعرف شو اعمل فيها، بهدلها ما بعرف، يعني بكون بتعصب. ايه بتستفزني. دغري بطلع من الابلكيشن، لانه وانس البابليك فيجر بيفقد الكنترول على حاله. في كتير اكزامبلز بالمجتمع قد ايه في ناس انضربت كتير من وراء قد ايه صارت فيري ايه. يعني كل انسان منا عنده سايدز ما بيفرجيه، هلا اصحابه امرار ما بيفرجيه، فانه اكيد الناس على السوشيال ميديا ما راح تشوفه. وبلس بدي لك شغله، انه كل انسان بحياته في عنده ايدول. الايدول هو كل شيء انا بتمنى اني اكونه بحطه بالايدول تبعي. سو وقت انا بشوف شخص على السوشيال ميديا بعمل له فولو بصير بحبه او بصير من نادي معجبينه، كل الصفات يلي انا حاططها بالايدول تبعي بكبها فيه. سو انا بصير بتخيل مثلا لا تسي انا عملت لك فولو وانا بحب يمكن البنت تحط فيرني اسود. سو انا بصير اقول براسي اكيد رنا بتحب الاسود، بس يمكن انت ما تكون بتحب الاسود. سو كل شخص عمل لي فولو صورتي صورتي اللي رسمها مختلفة عن الثاني، وهو ايش كيف بحب يشوفني هو رسمني براسه. أوكي. بس مش يعني هالحقيقة. أوكي. فهمت كيف؟ سو انت شغلتك انه تمنتين كل هالصور كل هالماسكات للعالم لبستك اياهم، وتجربي تعطي لكل واحد شو بحب يشوف فيك. يمكن في ناس بتحبني بالستريت ستايل، ناس بتحبني بالبدله، ناس بتحبني بشعري كيرلي، ناس بتحبني يعني كل شخص بحبني بطريقته. سو انت بدك تجربي قد ما فيك تكولكت كل العالم. مين الايدول تبعك بالحياه؟ بتختلف. انا بالنسبه لي كل حد يعني بكل عمر كان عندي ايدول. وبالنسبه لي الايدول مثلا في طريقه تفكير فلان، طريقه لبس فلان، طريقه هيك. بس تكبري، انا هلا بعمر يعني بعمرك كبرت لانه بتعرف صرت بالخمسين. خليني ساكتة، انا عيد اخر الشهر. اوكي ما تنسى. انا بحس صار الايدلز تبعي هن ناس مقربين كثير الي. يعني من اهلي، امي كثير بتفيدني وايزلي، بحس انه تحيه كبيره. بحس انه طريقه تفكيرها بالحياه او طريقه كيف بتحلل القصص كثير بتفيدني. وقت تكوني اصغر وقت تكوني اصغر بتصيري انه ما اسالهم هالاهل ومدري شو. وقت بتكبري بتصيري انه شو ما عندك سؤال بتلجئي لهم، لانه عن جد بتحسي انه هن they are very wise. القطع عليهم مش بس بمواقف، بس بحسسوك انه على طول بالبوزيتيفيتي، بحسسوك انه everything is gonna be okay بالاخر. يعني ما تعتلي هم شيء لانه كله بيتزبط. من وجهة تحية كبيرة لأمك حبيبة قلبنا، وبدي أقول أنه اليوم كتير حلو أنه الشخص يكون عنده فولوورز، كتير حلو أنه يكون عنده ناس بتحبه وبتتابعه، بس الأهم ما نروح على البارت الإكستريم من الموضوع. يعني اليوم جان شارلز فالنتينو، إذا أنا من الأشخاص المعجبين فيك مصمم أزياء وكبابليك فيجر، بصير انا بدي اجيب توب الفالنتينو، واذا ما جبتها بصير عندي مشكل بالبيت. واذا يعني بروحوا على الاكستريم، اذا مثلا وهيدي هون عم نحكي عن ناس عندهم مشاكل نفسيه، مش انه بس مشاكل عاده. بتحس انه الناس عم تروح على الاخير، مش بس بالتياب، باللوك. طولت شعرك بطوله، وقصرت شعرك بقصره، رحت على البحر بدون يروحوا، قعدت بالبيت بقعدوا بالبيت، وكانه بصيروا عم بقلدوك. مظبوط. قد ايه بتواجه منهم؟ بواجه منهم، وانا بقسم هيدول العالم لقسمين. القسم يلي هو
بيتأثر فيك بطريقة كيف تلبسي، بطريقة وين بتروحي، شو بتحبي، كيف بتتصرفي، كل هالقصص، وبيجربوا يقلدوك هن ومحافظين على هن شو بيقدروا يقدموا. يعني let's say إذا أنا لابس هيدا التي شيرت ولابس مع الجينز وما بعرف شو بيلبسوا تي شيرت بيضة مع الجينز، ما ضروري تكون البراند، بس هيدول لبقوا. إذا طولت شعري طولوه it's fine. إذا أنا رحت على هيدا البحر let's say وهنا they can afford إنه يروحوا بيروحوا. So وقتا بيضلوا محافظين على يعني على تعبون النفسي، ما يتعبوا نفسيا انت يقدروا يعملوا القصص اللي غيرهم عم يعملها it's fine لهون. بس الناس اللي بتعمل أزمة هؤلاء الناس لو أنا ما كنت موجود رح يلاقوا حدا تاني يعملوا عليه أزمة، حدا تاني يعني هن حتى بالسيركل تبع عائلتهم بيعملوا أزمة، هن مع حالهم عندهم أزمة قبل ما يكون. سو هن هدول القصص اللي نحنا بنشوفها اللي هي البراندز والقصص الأودوغام والهاي أند، هدول معمولين لناس معينة. يعني تنكون واضحين مع بعض، اليوم وقت أنا ريفينيو شغلي بيطلع لي مبلغ معين يمكن بقدر اشتري فيه شغله، يمكن انت ريفينيو شغلك ما بيطلع عليك هالمبلغ، ما فيك تشتريها للشغله، انتهت. يعني ما بدها ازمات نفسيه. الفكره انه نحن لانه فيري اكسبوزد، يمكن اذا بلبس الشغله يمكن انت فيك تلبس الجينز 10 وريفر، انا اذا لبسته ما في ارجع اتصور فيه لانه تصورت فيه، لانه بصير كميه المسجز اللي بتوصل لك بتخليك طب ما تتوتري بالمساجات، خلص ما بلبسه. يعني بفضل ما بقى البسه ولا يوصلني كمية هالمساجات، بلبسه بلا ما اتصور او بعيده بعد فترة. فهمت قصدي؟ بس الفكرة انه هاو القصص انا يتأثر الببليك فيجر بهالكم من المساجات قد ما بدي يقولوا لك ما بيتأثر، بيوصل لمحل مبلا وقتا بحس انه عن ذات الموضوع من حكا طق 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 انه شو صار، بتطرح علامة استفهام. اذا حدا مثلا سابك انه اوكي بتقطع مسبب، انا بالنسبه لي ما لها عازه ايه، بس عن ذات الموضوع عم يحكوا ليش عملت هيك، ليش مثلا بالمقابله قلت هيك، 10 قالوا عن ذات الموضوع، يعني لا بتوقف انه معهم حق عليك، تاخذ برايهم ايه اكيد باخذ برايهم. بالنهايه هن ناس ناس عندهم رايهم، عندهم مقام بالمجتمع، سو اكيد بدي اخذ برايهم. ما هن متابعيني لانه بحبوني، they want the best لالي، بدهم الافضل، فاكيد بدي اخذ برايهم اكيد. في ناس من الفولورز بيكونوا اقرب من ناس ثانيين، وانا يعني اكيد بعد ما عندي فولورز قدك، بس لانه اكاونت برايفت، بس عم بحكي اكاونت تي تايم وذ رنا يلي كمان بنقول لك المشاهدين انضموا لنا وقت عملناه وقت كورونا، وصرنا نطلع لايف على انستغرام مع كذا بابليك فيجر وكذا موضوع مختلف. صار مثلا في ناس اذا ما طلعوا بصير اقول وين مثلا فلانه، او عاده بس اطلع لايف بيطلع حدا بقول هاي رنا، مين الجاست اليوم مثلا، مع مين الحلقه اليوم، يعني كانه بتصير تسال عنهم. مزبوط. ليك هي عندك حكايات؟ عندي، بس يوجوالي انا ما كثير بنتبه لهم لانه صاروا كثير يعني مالي. مثلا بيقولوا لي عملنا لك لايك، بصير انت انه ما هي واحدة انه ما رح انتبه، عرفتي؟ اذا في 5000 لايك وين بدي اقعد اشوف اللايك؟ بس الفكره انه في ناس اللي بيكونوا كثير قراب هن اللي بيعملوا فان بيجز لك، مثلا عندك let's say جي سي لوفر، جي سي مدري شو، جي سي ما بعرف شو، بتصير في كونتاكت دايركت معك، يعني بصيروا يبعثوا لك صورك، اذا نزلت صوره بيعملوا سكرين شوت بنزلوها عندهم، بصيروا يحكوا مع عالم، يتوسطوا لك مع عالم ليرسموك او whatever، يعني بيعملوا كثير قصص مهضومه، فبتصير بتعرفيهم بالاسم للاشخاص. بقيت ما بقى بيلتقوا فيه يمكن بالطريق بالمول بالهيدا، بيقولوا لي انه نحن عاملين لك فولو، شفتنا عملنا لك ريبلاي مثلا، او شفتنا عملنا لك هيك، او بيلتقوا فيه عن ديار امرار. فانا بقول ايه، بس انا انفاكت ما كتير بكون عم شوف، بجرب قد ما فيي شوفهم اكيد، بس عم قلك وقتها هلا بحط الاسماء كويستشن كتير بينبسطوا، لانه من بين 400 سؤال بعد بنقي 60 بس العالم ما تزهق تكبس، عرفتي؟ بس بحس انه عن جد عم بقدر وصل، يعني عم بقدر جاوبهم، عم بقدر دغري انا دايركتلي احكي معهم. حلو. فهنا بينبسطوا لانه كلنا بمحلات معينه كان عندنا سيلبرتيز نحب انه نتواصل معهم، نحب انه نحكيهم، فا اي نو ذا فيلينج، وبعرف انه قد ايه الشخص اللي بيكون كثير بحبك ورسم لك صوره كثير حلوه براسه بيلتقى فيكي وبتصديه، قد ايه بينفقس وقد ايه بتعمل له ازمه، يعني بصير كل المحبه اللي كان يحبك اياها بتقلب كره. صح. فمش هيك بحرص كثير انه ما كيف بيقولوا ما تزعلهم، تنتبه لهم. ان شاء الله على طول بدل هيك من نجاح لاخر. قد ايه صار عندك فولور اليوم؟ صار عندي حوالي 95000.
واو بسم الله. هيدا دليل نجاح، وهذا دليل للناس هلقد بتحبك وهلقد بتحب تعرف اخبارك وتتابعك وتتابع اعمالك. ووقت يكون حدا ريل الا ما الناس تحبه الا ما يوصل للناس، وهيدا احلى ما فيك جوني، لانه انا بعرفك من خمس سنين تقريبا، اكثر شوي، من اول ما بلشت معنا بتلفزيون صدى بمقابلات، بحس انه رفقتك يعني كيف من اول ما بلشت لليوم. فكل التوفيق لإلك ولكل شيء بتعمله. ميرسي كثير. ان شاء الله بنرجع بنحكي عن الكولكشن قريبا بظروف احسن. أكيد. يا رب. وباخر هالحلقه مثل كل حلقه بنشكر يارا زكريا بيوتي سبيس، وبنقول انه اهم شيء عملته يارا هلا انه حافظت على الاسعار، الدولار 1005 وعم تفتح وتنتبه، يعني بترشنا على الفوته ومع الكمامات مع السيفتي كثير مهمه لكل زبونه انها تروح عند يارا زكريا بيوتي سبيس، ومطمنه على بالها انه كل المعايير اللي لازم تاخذها اخذتها ومكتره. بقى تحيه لها ولكل اكيب العمل. بكره حلقه جديده، ما تنسوا تتابعوها، ومن هلا لوقتها انتبهوا على حالكم وخليكم بالبيت.